عليكم. مع السلامة. لسلامة أختي نصية. تمام لاباس. لاباس الحمد لله. صافا انتي بخير؟ الحمد لله لاباس. عاش أختي. أنا مغربية. يعيشك أختي. هنا تونسية. تعرفين اللهجة ديالك عاوتاني تونسية، ما شاء الله عليك. نحب أنا التوانسة ونحب تونس. عاش أختي، حنا نحبوكم. ربي يخليك حبيبتي. فين في تونس انتية؟ هنا في العاصمة. العاصمة تونس بالضبط. مزيان. جيت احنا قبل؟ نقولوا عليكم هنايا في المغرب، نقولوا تونس الخضراء، كلها خضراء ونقية. عايش اختي يا ربي. ميخسي. نمرة جيت قبل انت في صوت. تونس؟ لا عمرني جيت، ولكن عندي ناس نعرفهم يسكنوا تما، مغاربة يسكنوا في تونس ويشكروا فيها. فيما يكونوا صوبوا جد نقول لهم صوبوا كيما التوانسة. معروفة تونس اهلا بيك. بالخضار والنقاء، ما شاء الله. كنت جيت لتونس كلمني. ربي يخليك. انت مرحبا بيك، مرحبا مرحبا بك. بألف مرحبا بيك في عايشك المغرب عايشك. عندنا. وانا نحب نجي يسر محلي المغرب، عندي برشا صحاب مشيو يسر محليها بالحق. يا سي حبيبتي تلعبي جولة، هاي ارسلي جولة. اوكي. ندخل معاها في السخون. شوفي انا عندي برنامج ديال الزواج، اشتغل خطابة. برنامج يا حبيبتي يعني عندي صحاب يجيش عنده برنامج تاع زواج يجيش. وي والله اسمه زواج اكسبريس، ما شفتيش الفوق؟ برسمي ولا ليلي. شفتي انا نشتغل بحال هذاك قسم ونصيب. برسمي ما كيش ليا الكونسيبت نتاعك، ما فهمتش الكونسيبت ديالي. يعني نوفق بين راسين في الحلال. دابا انت مثلا عيطتي لي وتبغي الزوج، نشوف لك الزوج ونلاقيكم مع بعضياتكم. الله يسخر لي اي كيفاش تلقاه معناها؟ الامور ما تفهمتش. عندي حبكم مع بعضياتكم. اي كيفاش معناها تلقاه معناها ال لا مثلا دابا انت تعملي لانونس ديالك هكا، تقول لهم انا كذا وكذا وكذا ونبغي كذا، وهذاك اللي فيه داك المواصفات اللي انت تبغي. مثلا يجوني ثلاثه اربعه يقول لي انا في المواصفات اللي تبغاهم هذيك البنت، ديك الطفله، ونجي نقترح عليك نقول لك راه كاين فلان وفلان وفلان وفلان، ونلاقيك معاهم. نعطيك مثلا انت غتختاري واحد، نعطيك رقم واحد، تواصلي انت وياه في الخاص بيناتكم، تفاهمتوا كان بيان فهمتكم، ما تفاهمناش. اجا هاني عندي اختي نحبوا نعرسوا لها. تعرسي اختك هذه؟ شوفوا هذه غتخدم معايا. السلام عليكم. تحب اختي ذي بس تهبروا تعرس نطفع عليك. وانتي مزوجة؟ انا ما زلت. هي لازم نعرسوا لها، هي اكبر مني. راه تعرسوا لكم بجوج. نعرسوا لها خاطر هدرت. انا نحب قالت لي نمره هدرت. لا لا ماما ما تطيح لك السوق، وما تطيح لك السوق يا اختي. ماماك سدوا لي فمها، ما تقولش دير لك في ماماك. ماماك طيحت ليكم السوق، قالت لك هدرت. هذه ما اكبر مني. هي اكبر منك واخا كانت مزوره صغيره وجميله. عايشك عايش اختي عايش. انا نحب رجل كبير. شنو سميتكم؟ انا شوف نمشيو وحده بوحده. الشباب كبيس وصفتوا لنا الهدايا، راه ما تمالات كبيس لي هدايا. اذا نتوما راكم بعتوا السوق، اذا نتوما كتحملوا السميه. اختي شنو اسمك؟ انا سيرين وهي ايه. سيرين وايه. مزيان. سيرين وايه اختين، كم عمركم؟ انا عمري 27 وهي عمرها 25. يا صبري اضرب اضرب عصفورين بحجر واحد. شكرا طوني طوني ياز. شوفي حبيبتي اللي يقول لك يضرب عصفورين بحجر واحد هي انا. دابا انا جبت عروستين في في مكالمه واحده. شوفي انا نسال سؤال تعطيني جوج عويمه، واحده عليك واحده على اختك، عصفورين بحجر واحد هو هذا. نسهل لك. شوفي انا كنت دعيت لربي شي دعوه، يعني شي ربحه، كون جاتني غزاله يعني لاقاني الله معكم بجوج، كون دعيت بشي 100 مليار يصيفط لي 200. ها هي امنا تسمع فيك ديجا. سلموا لي على الماما ديالكم. هاي تسمع فيك. مع السلامه. على الله يسلمك، تحياتي ليك وما شاء الله على البنات الله يخليهم لك. يا عايشك ويهنيك منهم. امين امين. بس ما تقوليش هتو بليز، راه يهربوا الرجاله. ليه تعرفي كانوا مشتركين معايا بزاف توانسه. دابا عندي واحد تونسي مقيم في كازابلانكا، باهي باهي، مهندس هنا في كازابلانكا. ماما ماما ديالكم صراحه بيني وبينكم كتقول لي باهي باغا غتفك، ما شاء الله عليها. قولوا لي باباكم، باباكم مازال معاها واقيلا ياك؟ مازال معاكم باباك؟ تو كان صارت بيناتهم مشكله ولا قدر الله، مثل تشوف لها راجل فرد المره.
لا 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 مش كده، لا قدر الله يخليه ليها. انا نفكر بان يعني جاتني فكره بانكم عيقتوا على باباكم وماماكم، بغاو يتهناو منكم باش يعيشوا الحياه السعيده. هذا اللي نفكر، بغاو يعيشوا حياتهم. انتم كترسوا 27 عام و25 عام ولا جالسين مع والديكم بزاف، وفهموا رؤوسكم شويه، انسان يكون حساس شويه. ما نحبوش نبعدوا على بعضنا، ماذا بيك انت تبقى لنا يبداو. شوفي الانسان خاصو يحس شويه، يقول راه عيقت على هاد الناس، جلس عندهم هاد الحياه كامله صافي بزاف. خرجوا من الدار، ما لقيناش رجل يصلحوا، ما عادش فما رجل به. خرج يقول نبغى راجل. قولي لي شو مستواكم الدراسي انت واختك؟ انا مهندسه وهي محاسبه. انت مهندسه في ايش؟ مهندسه في ايش؟ كمبيوتر عالميه. كمبيوتر ما شاء الله عليك، وهي محاسبه. اجيو اشتغلوا معايا في المغرب، اجيو حبيبتي. ايوا يلا نحتاجكم نحتاجكم. نجيو اي طبعا. شكرا جوابات الاطلس. واخا انت محاسبه وانت مهندسه، ويعني تبغي تزوجي في تونس بالضبط؟ لا لا خارج تونس. خارج خارج تونس. امكم بغات تفك منكم ضربه واحده. انتم بس اللي عندكم الاثنين تحب خارج تونس. يما ما قلت يما موافقه موافقه. قولي انتم شو كنت باغا نقول لك؟ الله يفكرني في الشهاده. مع عمركم تزوجتوا من قبل؟ لا 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 لا. ودابا باغيين تخرجوا من تونس كاع بمره، يعني باش تفك منكم امكم، تخرجوا لاوروبا ولا شي دوله افريقيه اخرى؟ المغرب، ليبيا، مصر. لا مصر ماشي في افريقيا. لا لا ليبيا. خلود تتفرج يا خلود. هاي اختنا، اختنا متزوجه تتفرج. اختنا يا خلود هذيا عندها ويكيرا نتاع الزواج، قادر تشوف لنا راجل زوج. شوفي يقول لكم واحده جو لامريكا. امريكا ونحبوا امريكا مثلا. اجي لامريكا يقول لكم حتى هو. فما رحتي امريكا مزيان وتبغي تشتغلي من بعد الزواج، تبغوا تبقاو جالسين؟ انا نحب نشتغل. انا ما يقلقنيش نشتغل ولا قاعده. سمعي سولوك المشاهدات ديالي، سولوكم كيفاش نتوما زوينات ما شاء الله عليكم ياك، ومتعلمات تبارك الله عليكم، ولسه ما تزوجتوش علاش؟ والله مكتوب. ما احنا خاطر يجوا فيكم عرس ولا ما يجوش؟ جيو يا ماما. احنا ما الحقيقه ما تشرطوا عليها وكون باغا تجري عليكم، كتشرطوا بزاف. مش نتشرطوا، نحنا نمنوا بالحب. نحبوا راجل ما نحبوش طفل. نحنا نمنوا بالحب. راجل مش طفل، يجيكم غير طفل، ما يجيكمش رجال. راجل معناها رزين، يفهم، فهمت؟ معناها مش لعب. تشتغلوا انتم دابا كتخدموا؟ نخدموا. انا من كنت خرجت وليت نخدم، وهي عندها عندي عامين. عامين عندها عامين. مزيان الله يسخر ليكم. بس معناك لسه معناها كملنا الدراسه نتاعنا. خاطر احنا كنا مشغولين في الدراسه ديما، كنا وخنا في الدراسه الزوج. كانوا مشغولين في الدراسه كيقراو، ودابا يلاه بغاو يتزوجوا، ولكن بغاو كيجيو بغاو شي حاجه اخرى. ولكن قولي لي دابا انتي اللي باغيه راجل خارج الوطن، فهمي السؤال. فهمي السؤال، فهمي السؤال. دابا انت تحوسي راجل في اوروبا ولا في امريكا ولا في كندا ياك، دابا انت تقولي هادوك اللي يجيو عندك من ولاد بلادك وتحسيهم طفل ماشي راجل، الا جاك راجل خارج الوطن كيفاش تحسي بانه راجل؟ كيفاش تحسي بان داك راجل ماشي طفل؟ سؤال سمع حالو، نحس بكم ديرونجيتو منه. ما فهمتش السؤال، سامحني عاود لي. قلت لك دابا انسي واختك قلتوا من يجيوكم رجال تما من بلادكم تحسوا بانهم اطفال ماشي رجال، دابا باغيين تتزوجوا خارج الوطن، كيفاش غتحسي بان هذاك اللي يحكي معاك راجل ماشي طفل؟ لازم يكون ريسبونسابل ولازم يعرف ياخذ قرار. باش غتحسي بانه ريسبونسابل؟ هادو اللي جاو عندكم يخطبوكم راه كانوا خدامين مسؤولين على العائله، ما يصلوش معناها نتعرف وما صارتش خطبه. ما صارتش تعرفتي معاهم. اوكي هادو اللي تعرفتي معاهم راه خدامين، اللي خدام راه مسؤول، ولكن ما عجبكش كيفاش غتحسي بان هذاك هو اللي هي وبينك وبينه غير السلوكه بس موبايل تهضري معاه في التليفون فقط، تحسي بانه راه راجل؟ تقابل معناها تقابل في تونس معناها مش ما صارتنيش تعرف مع عبد يعيش لبرا زوج معاه. ما هي صارت كنت تجربه فاشله برشا. يزلي صح. هو تجربة فاشلة من قبل؟ لا
مش علاقة الزواج معناها فهمتي؟ ايه علاقات بس هكا تعارف فاشلة. صحاب صحاب وكها. دابا قولي لي كيفاش انت تحسي بان الراجل راه راجل مسؤول ماشي طفل؟ شنو هي المسؤوليه؟ احكي لي على المسؤوليه، بغيت نشوف الاوبينيون ديالك كيفاش جايه على المسؤوليه. يقدر في المستقبل يبدا يخاف عليك يهتم بيك يصير موقف مثلا مشكل ولا حاجه، راهي حسن ديسيزيون يعني ياخذ قرار في حياته، يكونوا قراراته بيده اي بيان، لازم ياخذ القرار مش يقعد يخمم برشا ولا يخاف في راي فلين وفلتين، فهمت؟ لازم ياخذ ديسيزيون. مزيان الله ينور عليكم. صافي هذه الفكره اللي راكم عليه. بغيتو عازب ولا مطلق؟ عازب ليه مطلق؟ وكم يكون عمره؟ الثلاثينات. ثلاثينات ما شاء الله. هادو قالوا المغربيات ما تعرفوش في الشروط، سير الله. حتى احنا في المغرب يتشرطوا عندنا بنات بزاف. اكبر مني دقيقه، ما نحبوش راجل اصغر مني. مزيان. ما جربتوش تمشيو لتركيا؟ مشينا مشينا. ما جربتوش تشاركوا في برنامج قسم المناصب؟ لا ما نحبوهمش الحاجه هذوما، اهلنا ما بيوافقوا. اهلكم ما يوافقوش؟ يعني ما بدك تخلص فيها في بنفس البيت وهيك يعني. ليه درنا ما واخا لا ما كاين مشكل. يلا حبيباتي سلموا على الوالده والوالد وحاولوا تخرجوا من الدار بكري قبل ما يجريو عليكم، راه ممكن يجريو عليكم من الدار، انا نخاف عليكم. بشرى شكرا، شكرا حسن، حسن تعاونتي باش نبعثهم. باي 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 باي. سلموا على الوالده. يوصل يومي امي سلام عليكم. انزلوا سلام عليك.